اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ابيض واسود. اي مواطن يحلم بسكن، اي موظف يحلم بسكن، كل العراقيين وكل مواطن في كل العالم يحلم بهذا السكن. عندما يتوفر ويسمع بمشروع وهذا المشروع ينفذ المشروع على مساحة 100 دونم في منطقة، أي منطقة معينة تبلغ الواجهة 200 وطول ويصل عمقها إلى 1200، ويسمع فد كلام مميز عن هذا المشروع وتنفيذ أبنية بعدد 45 تحتوي على 16 شقة، والشقق هذه كلها طبعا كثير من الكلام اللي هو ان الشقق التي في النية تنفيذها مصممة باسلوب دوبلكس، واي ان كل شقة تتكون من طابقين وينفرد الطابق الاول بالغرف الخدمية والاستقبال والمطبخ ووحدة صحية، والطابق الثاني بالغرف الخاصة. هكذا مميزات يسمع بها مواطن او يقراها في اي مكان ما راح يقول حقق الحلم، خاصة عندما يكون هذا المشروع بالأقصاب ويتقدم يشوف أنه المشروع تابع لوزارة، إنما بما أنه تابع لوزارة أنه مضمون 100%. هذا المشروع اللي تكلمنا عنه هو أحد المشاريع اللي موجودة واللي عليها مشاكل اليوم. هذا المشروع اللي حلموا به الكثير واللي دفعوا به فلوسهم اللي مجمعيها، أكيد هو كل من نجمع مبلغ من المال يسمع بهكذا مشروع راح ينطي فلوسه في سبيل الحصول على مسكن يأمن به عائلته. المشروع اليوم بصراحة شكله بعد هذه السنوات من الانتظار، بعد 2013، اليوم احنا ب 2016، نهاية 2016 المشروع راح تشوفون صوره، راح نعرض لكم هذه الصور، تابع لوزارة الإسكان أو وزارة الإعمار والإسكان. المشروع اسمه مشروع التاجيات السكني اللي مقدمي له كثير من العوائل، لكن الصورة راح تشوفوها أعتقد تعبر عن شيء آخر وعن نتائج ما كانت هي المرجوة. خلينا نشوف. شفنا هذه اللقطات اللي تعبر عن شكل المشروع بعد هذه السنوات وهذا الانتظار، والمفروض هو اليوم كامل هذا المشروع، لكن الشكل النهائي لهذا المشروع يظهر شيء آخر. أكو شكاوى كثيرة، صار سنة ونص الناس تركض وراء فلوسها، على الأقل يريدون يرجعون فلوسهم، منهم من دفع 20 مليون إلى 25 مليون و 30 مليون و 40. هذه المبالغ كلها لحد الآن ما حد يعرف وين راحت. حتى نتكلم عن هذا الموضوع ونعرف تفاصيله ونحاول نوصل إلى حل، ويانا الآن الأستاذ دارة حسن رشيد، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. نقول له أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، سلامي لكم والأخوان الحاضرين والمشاهديكم الكرام، وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، وأيضا نرحب بال الناس اللي جايين اليوم. طبعا هم يمثلون، هم جزء من مجموعة من الناس اللي مقدمين لهذا المشروع واللي دافعين شلون ما يقول دم قلبهم وكل شيء ما استلموا ولا كل شيء شافوا. اهلا وسهلا بكم. نتمنى اليوم نوصل الى حل، لكن ابدي ويا الاستاذ دارة. هكذا مشروع بهكذا عرض مميز يرسم صورة جميلة للمستقبل،
يتفاجئ به المواطن انه كانه وهمي. حاليا هو بعداد الوهمي. وزاره مثل وزاره الاعمار والاسكان اللي هي تخص الاسكان يكون بها هكذا مشروع بهذه الوهميه برايك؟ أنا ما أسمي المشروع وهمي. نعم. بصراحة ما أتفق وياك بهذا وفي نفس الوقت أريد أقول لك أنه المشروع صاير على مساحة 110 دونم. نعم. و 1392 شقة. نعم. وأكثر من 70 عمارة. نعم. فالمشروع الوهمي أصلا الواحد ما يبدأ بها، بس هذا تقريبا أكو نسبة مئوية منفذة من نعم. هذا المشروع وشفته بالصور يعني موجودة واللوعية يعني الكواليتي جيدة ولا بأس بها. طبعا أنت تعرف بعد ما مفهوم كل شيء يعني اللي شفناه الصور يعني شفتوا الصور شيء متروك يعني لا شيء متروك صحيح، بس من بدأوا بالعمل مثلا نعم. الأسس والقسم من الجدران أو قسم من العمارات نعم. بدأوا بها بإشراف جيد وهذه. بس أنا طبعا ما أريد أني هنا أدافع عن المشروع بصراحة نعم. بس أريد أظهر الوقائع اللي صايرة بالمشروع. ممتاز. مثلا أنتم تعرفون من أهداف حضرتك قلت حلم المواطن نعم. أنه يحصل على يحصل سكن. على وحدة سكنية حتى صح. يعيش بها هو وعائلته نعم. إحنا في وزارة الإعمار والإسكان أحد الأهداف المهمة اللي عندنا أنه توفير السكن الملائم واللائق للمواطن العراقي نعم. هذه طبعا موجودة وأكو مجلس الأعلى للإسكان نعم. اللي رأسها وزير الإعمار والإسكان وفي عضويتها وزارات القطاعية كافة وممثل للأمين العام يعني أمين العام نعم. هو عضو هاي اللجنة اللي رأسها وزيرة الإعمار والإسكان زي. طبعا هدفنا أنه نوفر السكن الملائم واللائق للمواطن العراقي طبعا هذه احنا نسويها بالطرق الطبيعية اللي دوائرنا مثلا دائرة الإسكان يقوم ببناء شقق سكنية وبيعها على المواطنين وأكو طرق أخرى أنه دخلنا كتجربة فتية في باب الاستثمار أنه ندخل باب الاستثمار في توفير السكن للمواطن العراقي حيث أنتم تعرفون أنه من المعلومات الإحصائية أنه بين سنة 2013 وسنة 2017 العراق بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية هذا كل الكلام هسه كل الكلام ايجابي طبعا لحد الان ايجابي وزارتنا شافوا انه احد الوسائل اللي احنا نوفر السكن هي طريق الاستثمار زين طريق الاستثمار دخول وزارتنا في باب الاستثمار طبعا كان لازم يكون بموجب قانون رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته نعم. طبعا البداية لأنه أنا قلت لك تجربة فتية دخلوا بها ما كان أكو تقريبا ثقافة الاستثمار موجودة في 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 العراق بسبب العهود السابقة فالوزارة دخل بهاي التجربة فشلت أنا ما أقول فشلت بس إحنا من استلمت المشروع مشاريع الاستثمارية شفت بها بالعقود أنه أكو أغلاط من يتحمل هذه الأغلاط؟ بصراحة أنا أقول لك يمكن ما صارت عن طريق القصد بس عن طريق أنه عدم فهم ثقافة واحدة لو أنه يكون المستثمر مستفيد والمواطن العادي اللي يستفاد من الشقة أن يكون مستفيد نعم. والوزارة تلعب دور المنظم نعم. ريجوليتر هذا المفروض بموجب الثقافة الاستثمارية المتبعة في كل بلدان العالم زين. اللي صار هذه صار بها خلل بسبب مثل ما قلت لك تجربة جديدة على الوزارة فصارت العقود مو بالشكل الملائم بعدين من اجينا احنا شكلنا لجنه في الوزاره لجنه للاستثمار لجنه الاستثمار درسوا العقود ودرسوا هذا الكلام باي سنه باي وقت تقريبا هذه سنه 2014 مستلمنا اشتغلنا على تعرف انت القوانين ويعني بصراحه التشريعات القانونيه احنا ما نقدر لازم نشتغل ضمن القانون فتغيير شيء بسيط يراد لك انه انت طيب. تتبع قانون معين او تجيب مثلا تشريع
جديد آخر. نعم جديد. فهذه طول عندنا بصراحة. احنا قدرنا كلجنة استثمار في الوزارة انه نشتغل على هالوضعية، ومثلا ما كان المستثمر يستطيع ان يبيع الوحدات السكنية للمواطنين العاديين، هذا احنا اخذنا بها موافقة انه المستثمر يقدر انه يبيع للمواطن العادي مو فقط الموظفين الوزارات او هذه، لانه طيب. ما حتى ما نخرج من موضوعنا بالضبط. حتى نكون دقيقين وبعدين بالموضوع. مثلا المستثمر اذا اراد ان يمول مشروعه ما يقدر ياخذ قروض من البنوك، لانه الارض ما يسجل باسمه. بس هذا يختلف عن قانون رقم 13 الاستثمار الموجود في العراق. فاحنا تقريبا مثل ما يقولون جبنا الشكل خلينا نقول المناسب لاجواء الاستثمار. طيب خلي اشوف قدرنا نشتغل. نعم. هالاثناء نعم صار عندنا صدمه قويه اللي هو الموضوع اقتصاد البلد. اقتصاد البلد اولا لانه البلد كان يعتمد على اسعار النفط، اسعار النفط صار بها هبوط، وفي نفس الوقت هذا اثر على تمويل المشروع. بس هو المشروع. تمويل المشروع يعني مدفوع اصلا الثمن، يعني الناس لا تنطي لا يعني هو مو مثلا لازم نفرق من الناس أنه اصلا مدفوع الثمن. نعم. يعني المواطنين دفعوا المقدمه. ايه مقدمه الشقه لا يعني انه دفعوا الثمن، دفعوا قسم من هذا. فهذه احنا باعتقادنا يعني باعتقاد الوزاره وباعتقاد المعنيين في الوزاره انه راح يبيعون 1392 شقه العدد، من هذا تجيهم مقدمات جيدة. زين. هذا اللي أثر أنه العدد المسجلين على الشقق صار بحدود 492 إلى 500 واحد. قليل. قليل جدا. زين. فالوزارة هذه مقصودة قليل؟ اي نعم. المستثمر مقصودة هذه أنه يصير قليل؟ لا لا. يعني لا تتوقع لا لا. أنه لو الموظفين كلهم يدرون؟ لا، لم تأتي الرياح بما تشتهيه السفن. أنا بس هذا الكلام صراحة يعني إذا قارناه بمشاريع أخرى أي فراح يكون هذا الكلام مو منطقي. لا ليش؟ لأن مشروع بس مايا اليوم أقول لك إذا تسمح لي أي مشروع بس مايا اليوم بالواسطات يلا يحصلون الناس حتى يحصلون لهم شقة. بس لا تنسى أنه بداية مشروع كل بس الناس مايا صادفة نفس الشيء. نعم. يعني نفس المشاكل ونفس هذه، بس الحكومة دخلت ومولت المشروع بطريقة أخرى، فصارت اليوم اللي تشوفها هي مشكلتها الحكومة بالضبط. هي تتحمل مسؤولية. أنا هي تتحمل مسؤولية. خلي قبل كرجل دولة نعم. أقول لك أنه نعم. المواطنين اللي سجلوا على الشقق حقوقهم مضمونة، لأنه الحكومة نعم. اللي تقوم دائرة حكومية أو وزارة حكومية هي اللي تقوم ببناء وحدات سكنية لهم نعم. واحد أهدافها أنه توفر السكن الملائم واللائق للمواطن العراقي. فما بس المشكلة صارت نعم. عدم الثقة. قسم ما دفع أقساطهم في نفس الوقت، يعني هاي مشكلة تولد مشكلة. خلي نشوف حتى بنبخس حقهم اللي جايين ومتعنين المسافة. أول شيء أهلا وسهلا بك حضرتك. أنت مقدم على شقة. نعم. شقد دفعت أول شيء؟ في بداية 2013 دفعت نسبة 20%. طبعا هم حسبوها علينا بالدولار. نعم. فكان المبلغ كسره بالدولار وراح دفعت أول صك ما يقارب 20 مليون. أول صك 20 مليون. أول صك هذا دفعت 20%، هو 19 وكسور يعني. زين. وبعد سنة نعم. هم طالبونا قالوا أنتوا لازم يدفعوا النسب 7% زين على كل سنة. فدفعنا ثاني سنة همنا النسبة كانت 6,800,000 تقريبا. زين. همنا يكسروها بالدولار. زين. تروح تدفع بمصرف الإسكان والإعمار ونجيب لهم الصك القسم الاستثمار بوزارة طيب. الإعمار. طيب. فمتأملين يعني. وسنة 2014 توقف المشروع. قلنا يجوز إرباك. 14 أو 15 توقف. 15 يعني من زي. بعد ما صارت الاوضاع زي. اي نهايه 2014 اولا. فقلنا يجوز ارباك وقتي وبعدين يستأنفون، لكن الموضوع تبين انه مقصود والموضوع اكبر من ما احنا فاهمين انه مجمع سكني وراح يخدمون به المواطن. لا انا يعني اشكر قناتكم
تحت هاي الفرصة وعرض مظلوميتنا. وأشكر برنامجكم والكادر، ومن خلال برنامجكم أوجه اتهام إلى السادة المسؤولين عن فشل المشروع بسرقة أموال المشتركين بهذا المشروع، واتهام بالتآمر على الوزارة تمكين الشركة المنفذة باستحصال قرار قضائي بتغريم الوزارة 6.5 مليون دولار. يعني أنت أحسب هاي 6.5 مليون دولار لو يسكنون بها عوائل فقيرة، كم عائلة فقيرة راح تقعد بها بدل ما يدفعوها غرامة لشركة منفذة فشلت في إنشاء المشروع. شكرا لك. ممنون. كلام واضح كان. يعني الناس أغلبهم يتهمون الوزارة أو يتهمون ما موجود بالوزارة بأنه الموضوع فساد يعني. طبعا أنا بالبداية قلت أنه عدم تنفيذ المشروع وتتبعه لخطة العمل المدروسة ولد الشك عند المواطن، وأنا أعطي حق طبعا، وولد الشك في نفس الوقت في عملية إجراء أو تنفيذ المشروع، لأنه مثل ما قلت لك تجربة فتية صارت بها، أنا أقول أخطاء ما أقدر أتهم، لأنه أكو جهات معينة اللي تحقق بموضوع الفساد أو سرقات أو أي شيء مثلا. يعني حد الآن الموضوع اتهام زين. أكو نقطة مهمة. أكو جهات حكومية تقوم ب بالبحث عن المسؤولين عن هذه القضية وليش وصل لهالحد. أنا أقدر بس أعطيك النقاط الأساسية قبل المهمة. لا بس أكو نقطة مهمة هنا نحب نوضحها. بس حضرتك أنت دفعتي 3 أقساط مو صحيح؟ بس أعرف التاريخ. المايك بس قربي. تاريخ الأقساط، الأول 20% 3/3 بس المايك 2014. نعم. الأول 30/3/2014، الثاني 7% 1/9/2014. نعم. الثالث 7% 16/6/2015. أها 16/6/2015. المشروع متوقف من زين. المشروع متوقف من الشهر الثالث 15/2/2015. طبعا إجاني من الشهر الثاني يعني. إجاني تليفون من قسم القانونيه وزاره الاعمار والاسكان، قالت لي المفروض علي شو تدفعين قسط، واحنا المفروض ندفع 1/9. يعني الدفعه الاخيره ايش قد كانت؟ 1/9/2014. المفروض 1/9/2015. زين انت دافعه كل المبلغ ايش قد صار؟ 38.25 مليون. مليون 38 يعني 40 مليون معناها. زين يصير الوزاره المشروع متوقف وياخذون اقساط؟ لا، المشروع طبعا بالنسبه لنا ما كان متوقف رسميا، لأنه أنت تعرف يعني حسابات الدولة هم إذا ما متوقف رسميا ماكو كتاب رسمي أنه صار توقف في المشروع ما يقدر يوقف الأقساط. فأنا قلتها بالبداية أنه ولد عامل الشك. هذا العامل الشك كان قاتل بالنسبة للمشروع، بالنسبة لنا وبالنسبة لا للمواطن. هذا ما يدخل ضمن الشك. مع احترامي للمواطن أنه حق المواطن. نعم. المواطن يدفع موجود. وماكو أي عامل يشتغل بالمشروع موجود مع، ولكن صار مشكلة أنه كتابنا وكتابكم للمستثمر أو نعم. يعني بالأحرى أسميه المقاول، لأنه كانت كان المشروع الأكثرية يوافقون بأنه كانت لا مقاولة ولا استثمار. بعدين احنا جينا اشتغلنا عليها كلجنة استثمار بالوزارة، يعني صار انا اللي فرحني انه صار تواصل بين المواطن وبين الوزارة، لانه انا اتذكر اول ما مكتبي استلم قضية الاستثمار انا جمعت المواطنين وحكيت وياهم بكل صراحة، وهم حكوا وياي بكل صراحة. يعني هل تواصل أنا أعتبره شيء اللي وصلنا أنه إحنا اليوم نبدأ بأنه نحل المشكلة. زين بس أسألك سؤال. وأنا عندي يعني قبل عندي ما تدخل هذه الأمور كلها، يعني أنت برأيك حل.
بال 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 نعم. بال العفو حتى اوضح لك نعم. انه شلون المشروع متوقف. نعم. العفو انا شقه سكنيه مالتي الموقع مالتها العنوان يعني العماره السكنيه اي 42 الطابق 7 7 ارضي رقم الشقه نعم. 107 مساحه الشقه 150. من اجاني التليفون ودفعت القسط غيروا لي الموقع على اساس انه يعني يجمعونه ب 500 وحده سكنيه. صح. اللي هي بالزوم الاخضر. صحيح. وهذا الموقع اللي هو صحيح. مكتوب الموقع الجديد بالملحق بس المايك العفو العفو الموقع الجديد بالملحق اللي هو اي 72 109 رقم الشقه 109 يعني هذه احد الاجراءات. صحيح. هي كلامها بالضبط صحيح. احد الاجراءات اللي احنا سويناها بالتواصل وياهم ويا المواطنين لانه احنا بالتالي لازم نتواصل ويا المواطن ولانه لمصلحه المواطن. حسين وياهم احنا ماكو المواطن لا مصلحه ولا لا 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 بس العدان قاعدين ومو ساكتين لا مصلحه ولا مو خلي نحكي لانه مثل ما قلت لك لم تاتي الرياح بما تشتهي السفن فاحنا دخلنا بهاي المناقشه. الموضوع شنو ليش غيرنا مواقع الشقق لانه مثل ما تعرفون ما اجى عدد الشقق عدد الشقق 1392 احنا اشتغلنا لكل المشروع. مثلا السياج هو انت ما تقدر تقطعه لازم تبني لكل المشروع سواء متوازي على السياج 73 عماره زين انت بايع 500 شقه يعني اقل من النص زين فانت لازم تجمعهم كلهم في سبيل احنا نبدا نبني زين يعني نركز على كم عماره نكملها كفيز يعني كمرحله وبعدين تكمل. هذا القرار اتخذ من قبل لجنه استثمار الوزاره زين انه يابا خلي على الاقل احنا سوينا يعني اشتغلنا بالموقع وصرفنا اموال بالموقع احد شركاتنا هي اللي نفذت السياج ولحد الان ما مستلم فلوس السياج بس اخلص اذا تسمح لي اعطيك مجال. فبعدين صارت انه يابا احنا نبني على عدد الشقق المسجله حتى نوفي بالتزاماتنا تجاه المواطنين. زين اشتغلنا بهذه ولد الشك احنا جايين على مجمع كامل مستشفيات ومدارس. لحظه خلي يكمل الفكره. الفكره انه من جدتي الوضع الاقتصادي ردي شفنا انه احنا نبني طبعا من نبني 500 شقق وما نبني بدون مدرسه بدون احنا من نبني احد الاركان اللي نستند عليها انه من نبني مجمع سكني لازم يكون متكامل زين هو اصلا هسه اليوم اذا شفنا اللقطات يمكن السيد المخرج اعتقد عنده فقط العمارات اذا شفنا اللقطات هسه اليوم اذا نعرضها اعتقد عرضناها قبل قليل نعم نشوف اللقطات ما توحي لي اي بناء هذا اللي موجود اليوم بالشاشه نعم يعني يدل على انه هذا وين البناء هسه اليوم وين المدرسه وين اي شيء موجود ما تبدي كل زين يعني هذني هذا البناء تقدم العمل وانت مو تبني اعتقد يعني يمكن هنا السيده زين طبعا العفو الكلام بس يعني هنا دفعت 40 مليون واحد من الناس المشاركين دفع 40 مليون يمكن هذا كله تكاليفه ما بي 40 مليون يعني هاي الناس اللي دفعت فلوسها وين راحت الفلوس؟ لا 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 الفلوس وين انصرفت؟ الفلوس لا لا الفلوس زي. الفلوس خلي نشوف الاخ لا لا خلي نشوف على تعقيمه على استاذ دار يقول اكو التجربه هي فتيه لوزاره الاسكان ووقعنا في اخطاء فنيه زين يعني احنا هل المواطن اللي مصلحته تنضرب على مود اخطاء فنيه واحنا نصير حق التجارب من ضمن الاخطاء الفنيه اللي انا رحت عليها من ضمن وياي جماعه رحنا هيئه الاسكان قلنا لهم يا بان المشروع متوقف وانا زرته ما لقينا اي احد حتى العمال اللي كانوا من جنوب شرق اسيا هم مهجرين ورايحين زين شنو هذا ضمن المبررات والاعذار اللي قالها المدير العام لهيئه الاسكان قال احنا في شنة قسم التسويق ما يعني سوقنا غير 450 الى 500 شق هاي وحده من الاعذار او وحده من المبررات الثانيه المبرر الثاني انه يقول احنا اصطدمنا مشكله يا شنو المشكله الثانيه تمليك الارض الارض هي تابعه شركه الفاو
ولازم المستثمر ما يقدر ياخذ قروض، ما يقدر، هذا لازم يتملك الارض. زين يا ترى وزاره الاسكان وين كانت قبل ما ندفع الفلوس ونسوي عقد ونوقع العقد؟ غير تحل لنا اذن اكو شغله بالمستشارين القانوني الموجودين بالوزاره، هم يتحمل مسؤوليه كامله، مو احنا المواطن اللي 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 يعني حلمه انه يريد يحصل على شقه. وصلت فكرتك؟ يعني التسويق فكرتك وصلت. هذا موضوع مهم، انه الارض اكو مشكله بيها طبعا. زين شلون المشروع يتنفذ؟ لا مو انا حكيت من الاول، قلت انه وانت انت حكيت كل شيء في الاستثمار. لا هذا الوصف، لا هذا مو شي. هذا وصف مو دقيق. لا مو وصف دقيق. انت هسه حسب المعطيات اللي ذكرتها ما تنطبق مع الوصف. انت لازم توصف لنا اياه بشكل يعني خلينا نبتعد عن الدبلوماسيه. شنو الخلاف بيني وبينك من اللي حكيتها وانت حكيتها؟ الوصف هسه كل الوصف. الكلام اللي انذكر انه هذا الخلل وهذا المشروع اللي بطريقه يعني نقدر يجوز نسميها غير شرعيه اصلا. هذه شلون اني اسوي ابني على ارض مو الي؟ شلون ابني على ارض هذه ما اعرف تبعيتها وما هسه حسب الكلام هذا تابعه الى احد شركات اللي الوزاره. زين. فانت يعني انا بالنسبه لي دا احكي لك هذا المشروع بفساد اصلا قبل لا تدخل. انا ما اقدر من شفته اجيت وشفته هذا المشروع. اكو جهات معينه تحدد بها فساد او ما بها فساد. لا انت مختص. لا انا احكي لك كوكيل وزاره. اي زين عندنا مشروع استثماري. هذا المشروع الاستثماري صار يعني اكو مشاريع بالبلد كلها. نعم. اكو هسه مثلا شركات. هو هذا نموذج من المشاريع الفاشله بالبلد. هذا نموذج. هو هذا لا المشكله الاقتصاديه مو مشكله وزاره او فرد واحد او وزاره او مشكله عامه. لو كان اكو مبالغ كان المبالغ استمر. موجوده مبالغ دافعين الناس دافعين بس مصروفه الناس. مصروفه على شنو؟ على شنو مصروفه؟ مصروفه على المشروع ككامل. على هاي الهياكل مصروفه؟ يعني برايك طبعاً. انت هذه الهياكل تكلف طبعاً. يعني تكلف هاي المليارات طبعا يعني؟ احنا سوينا من التقينا بالمواطنين معالي الوزيره اول ما استلمت الوزاره. نعم. قبل يمكن 3 اشهر اجونا المواطنين واجتمعت بيهم وقالت لهم انه يابا هذه شرحت لهم المشروع وهذه واحنا بدنا نشتغل على طيب. حل المشكله. خلي اشوف المشكله. اكو مداخله. المشكله موجوده. نعم. المشكله موجوده. حلها ما تجي من انا اتهم او غيري اتهم او هذه. يعني الاتهام دقيقه الاتهام. نعم. والله اذا تسمح لي يعني انا نعطيك مجال ان شاء الله. الاتهام. نعم. ما يحل المشاكل. الحل المشاكل هي انه احنا كتبنا كتاب الى مكتب السيد رئيس الوزراء. نعم. احنا بهيئه الراي مرتين او 3 مرات ناقشنا هذا الموضوع. زين. وعرفنا بانه اكو سوء فهم او خطا او شو تسموه انتم سموه موجوده. بس حق المواطنين محفوظ. احنا بالنسبه لنا كوزاره عندنا التزام اخلاقي. حق المواطن محفوظ ما يروح. هذا واحد. ثانيا توجيهات معالي السيده الوزير انه احنا نشتغل باتجاه انه نضمن حقوق المواطنين اولا. لانه بالتالي هذا الكلام هسه لحد الان هذا كله كلام. لا 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 مو كلام. لا شنو هذا احنا نحكيها قدام الناس كلها. احنا نحكي احنا مريض نحكي دقيقه مو خلي ضمن حقوق الشركه يعني انت $80,000 ممثل وزاره الدفاع اللي مسجلين على اكثر الشقق حضر في اجتماع هيئه الراي وقدامه صارت المناقشات. زين بالنسبة لهذا احنا قدمنا كتاب الى مجلس الوزراء. نعم. انه عندنا احنا صندوق الاسكان الوطني تعطي قروض للمواطنين اللي عنده قطعة ارض انه يبني. نعم هذا بضوابط معروف. معينة. هذا معروف. زين احنا نعمل في دولة في مؤسسة ما نقدر مثلا نقرر ان مثلا اقرر شيء الا بموجب الضوابط والتعليمات وقوانين الدولة. زين هذا يخضع للضوابط هذا المشروع؟ هذا المشروع هذا في ضوابط باعتباره اكو التزام تعاقدي بين الوزارة وبين المواطنين حقوقهم محفوظة. هاي اولا. ثانيا يعني الوزارة ما اهملت ولكن تمهل. لان ليش؟ لانه حتى لازم نطابق احنا في صرف دينار واحد كلكم تعرفون نتبع
ضوابط وقوانين الدولة. زين. فاحنا هسه ندور على هل السبب القانوني، السبب القانوني الحل اللي عندنا. الحل خلي نشوف الحل. يلا خلي الحل. خلي اطرح الحل. خلي نشوف الحل. الحل انه احنا في اية الرأي ناقشنا هذا وكتبنا كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء بتوقيع سيادة الوزير، وهي انا دا اقول لكم هي متحمسة اكثر في انه نرجع الحقوق للمواطنين اكثر من اي من الوكلاء او المسؤولين في الوزارة. زين. لانه درسنا الموضوع، ناقشنا بالموضوع بما يكفي. زين. وين وصلنا؟ كتبنا الكتاب للمجلس الوزراء. زين. انه صندوق الاسكان تجي يدفع تمول المشروع. اها. هذا المشروع الاستثماري. زين. بمشروعها ككل او كفيزس يعني كمراحل. نعم. فالمواطنين اللي مسجلين على الشقق اللي مثلا دافع القسط الاول والثاني اللي دافع فقط المقدمه، نحكي وياهم يابا تعالوا انتم تستمرون ويانا لو ما تستمرون، اذا استمروا اهلا وسهلا، ما استمروا فلوسهم ترجع لهم الى اخر فلس. هذا زين. هذا شوكت بتوقيت هذا أنا الكلام انا اقول لك انا بالنسبه لنا صندوق الاسكان عنده مشاكل، حتى دخلنا بانه نحل مشاكل الصندوق في سبيل نوفر مبالغ. نعم. طبعا المبالغ اللي نحتاجها لارجاع مبالغ المواطنين. نعم. محدده موجوده موجود. يعني طبعا انا يعني احنا مؤسسه مؤسسه الدوله موجوده، منو عنده فلوس، منو عنده دافع قسط الاول والثاني والثالث، منو دافع فقط المقدمه، هاي المبالغ كلها ترجع شوكت للمواطنين بدفعات، لانه انتم تعرفون هسه السيوله النقديه في البلد قليله جدا، واحنا انضربنا بهذا الـ 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 هذه المصيبه خلينا نقول. زين. بس احنا في نفس الوقت نشتغل، يعني انا شخصيا وبصراحه دا اقول لكم معالي الوزير اكثر من الكل، هي يعني البارحه طرحت. نعم. على مجلس الوزراء هذه الفكرة أنه صندوق الإسكان تمول المشروع وفي نفس الوقت. نعم. هسه احنا في نفس الوقت وفي. نعم. نفس الوقت. نعم. نستمر بالمشروع. زين. وياهم أو بدونهم. زين. بس خلي كمشروع استثماري. نعم. يعني نريد ننجح التجربة. احنا نرحب بهذا الحل. لأن الوقت ماكو. اي نرحب بأنه اللي يريد يستمر بالمشروع خليه يستمر بالمشروع. نعم. اللي ما يريد يستمر خليه يرجعوا لنا فلوسنا. زين. بس احنا نريد وقت محدد وسرعة بالعملية اللي انتظرنا بما فيه الكفاية. زين. يعني احنا انتظرنا 4 سنوات والوزيرة مشكورة والمسؤولين يعني اللي دايمشون بهذا الاتجاه مشكورين. نعم. على هذا الحل، بس خلي يراعون ظرفنا لان احنا يعني انتظرنا بما صح. فيه الكفاية. هذا الكلام من حقكم وواجب على الوزارة انه ترجع لكم فلوسكم اذا اردتوا ترجعوا. كلمة ايضا استاذي بالنسبه للاستاذ بس ارجوك باختصار يعني ذكر انه احنا من الناس المحافظين على حقوق المواطن. زين. انا اشوفها لا بالعكس، هم محافظين على يعني بغض النظر عن هذا انهم محافظين على حقوق المستثمر او المستفيد او المقاول، من ضمنها هاي قرار مع المجلس القضاء الاعلى رئاسه استئناف بغداد الرصافه. نعم. الاتحاديه الرقم 366 في 8/2/2016. نعم. نعم. اقرر بها شهر سكشن على يعني مبلغ الزام. نعم. المدعى عليه هي وزارة الإعمار والإسكان بدفع مبلغ مقداره 6,150,000 دولار ودولار أمريكي وتحميل حتى الرسوم، واندفعت هذه المبالغ له. زين احنا ما محقنا انه من ضمن لها. زين احنا اذا يقول استاذ دار احنا متعرضين الى ظرف البلد والظروف الماديه والهذا، زين شلون اندفعت الى شركه اجنبيه وبريطانيه واحنا احنا ابن البلد وابن والمواطن العراقي. اشكرك. اجاوب على هذا السؤال. هو تجاوب اخر شيء هذا. أي. هذا السؤال جاوب. جوابي على هذا السؤال اولا. نعم. المبالغ ما اندفعت، هذه قرار المحكمه، قرار المحكمه قررها على اساس انه هذا تقريبا مساعد الي. ليش؟ نعم. لانه معناته المستثمر قائم بالاعمال تجاه مقابل الاعمال. احنا لازم ننطي 6,000,000 دولار، احنا ما عندنا 6,000,000 دولار ننطي. زين. يعني ما منطي.
هذا واحد ما اخذ حكم. نعم. حكم بس ما رايي اني يعني حال المواطنين حال المواطنين انا قلت لك من الاول مبدانا. نعم. مبدانا احنا كوزاره. نعم. المستثمر من يجي يستثمر يستفاد، المواطن اللي يسجل على الوحده السكنيه. نعم. يستفاد، الوزاره منظم، انا صح. لا استفاد. صح. ولا اخسر. زين. يعني بصراحة هسه احنا بصراحة خلي بس اكمل. زين كمل لين الوقت. فاحنا تواصلنا ويا المواطنين. نعم. بصراحة شلون المستثمر راح للمحكمة؟ اذا انا ما ادافع عن المستثمر. نعم. انا ادافع عن المواطن. المواطن هسه دا اشوف له حلول. نعم. اجتماعات هيئة الرأي يمكن 3 اجتماعات برئاسة الوزيرة ناقشنا هذا الموضوع، توصلنا الى حلول احنا في انه ننفذها ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا احنا صراحه بالنتيجه نحاول وهدفنا. نعم. هدفنا ارجاع. نعم. الحق للمواطن. نعم. اذا ما قدرنا نفيده. نعم. على الاقل نرجع له اللي دافعه هو الى صندوق الوزاره، لانه بالتالي الوزاره احنا. طيب. نتاسف في نفس الوقت انه احنا ما قدرنا نتيجه الظروف الماليه. نعم. لانه الكل يعرفون، الاخوان هم يعرفون. نعم. انه اكو تخصيصات لصندوق. نعم. الاسكان. انا بصراحه الوقت اذا سمحت بس على الوجود الثاني في حق. نعم. استاذ لا لا ارجو انا الوقت بصراحه اسمح لي الوقت بصراحه يعني خلينا نحكي حتى يعني صراحه نتفاهم مع بعض يعني زين اتمنى انه في حلقه مقبله في وقت راح احنا طبعا مستمرين يعني. نعم. كقناة الرشيد. نعم. وكبرنامج ابيض واسود مستمر. نعم. في هذا الموضوع. نعم. وراح يتابع هذا الموضوع بالايام القادمه. نعم. ونريد نشوف شنو الحل وشنو راح يصير، نتمنى وجودك ويانا بس تنطينا حل بتوقيت ونشوف الناس راجعت لهم لو فلوسهم. ان شاء الله مثل ما يقولون انما الاعمال بالنيات. نعم. احنا نيتنا انه نرجع الحق وبتوجيه من الرأس الهرم في الوزارة. زي. اللي هي الوزيرة الإخوان في الوزارة. نرجع حقوق لكل مواطن. وفي نفس الوقت احنا مستمرين. نعم. مستمرين لانه انا مثل ما قلت ببداية الحلقة انه احنا كوزارة. نعم. الاعمار والاسكان توفير السكن الملائم للمواطن. نعم. هذا هدفنا. اقول نفس الملاحظة العام استاذ اذا تسمح. يعني انا من احكيها. لا لا احكيها كوكيل وزارة. نعم. كوكيل وزارة وكوكيل وزارة في مؤسسة دولة. نعم. انا ما يعني أعطي رأي عن واحد آخر. نعم. عنده غير. أنا أشكرك. هذا هدفي. شكرا. وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. شكرا جزيلا. شكرا. حضرتك. شكرا جزيلا. طبعا مستمرين بحلقتنا لكن للمحافظ كان رأي بصراحة رحب بزيارتنا إليه وانطانا رأيه وخلينا نشوف رأيه وراجعين. حقيقة تدخلنا أكثر من مرة وحاولنا يعني حل هذه المشكلة ما بين الوزارة وما بين الشركة المستثمرة، ولكن بعد المناشدات اللي كانت عبر قناة الرشيد والمواطنين اللي هم أهلنا وناسنا ومن محافظة بغداد وجهنا هيئة الاستثمار للتدخل لحل هذه الإشكالية بين وزارة الإعمار والإسكان والشركة المستثمرة، لأن أعتقد أن هذا مشروع مهم ومشروع حيوي وموقع جغرافي مهم. احنا زيارتنا لهذه المشاريع الاستثماريه هو لاجل الوقوف على بعض التوقفات واجل دفع عجله هذه المشاريع وافتتاحها باسرع وقت ممكن، لكن تبقى تبعيه الارض والجهه المستفيده هي من توقع العقود وليس المحافظه ولا هيئه الاستثمار. هيئه الاستثمار هي من تصدر اجازه الاستثمار ويبقى التعاقد ما بين الشركه المستثمره والجهه المستفيده.
طبعا بعد ما شاهدنا رأي الأستاذ دارا حسن رشيد وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الآن ويانا المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. محافظة لها دور، نعم، المفروض في كل شيء يتعلق ببغداد، أكيد، وخاصة الإسكان وخاصة السكن يعني. نعم. فأريد نعرف هذا المشروع، طبعاً بحد ذاته هو مشروع مثير للجدل، كل ما يتعلق به كل صفاته يعني مريبة يعني، فأريد نعرف رأيكم أنتم بالمحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللسادة مشاهدي قناة الرشيد وللبرنامج والأخوة الضيوف اللي تم مشكلة مع هذا المجمع. طبعاً هو في الأسبوع الماضي كانت هناك يعني مظاهرة من بعض الإخوان المتضررين، وكان لهم لقاء وقناتكم مع السيد محافظ بغداد، وكان إلى توجيه بشأن هذا الموضوع. إحنا قبل هذا الموضوع نأخذه بسير التاريخ سريع. أساس المشروع، هناك توجيهات لمجلس الوزراء في 2010 لإنشاء مجمعات سكنية للوزارات اللي تمتلك أراضي على الأراضي اللي تمتلكها من خلال قانون الاستثمار رقم 13، لأن تعرف القوانين الأخرى ما تتيح لأي وزارة تبني مجمعات سكنية، وهذا عملت عليه أغلب الوزارات، لكن كل وزارة لها طريقة وآلية معينة بالتعاقد. وزارة الإسكان والإعمار في عام 2011 تقريبا بدأت بموضوع الفرص الاستثمارية، وأعلنتها في حسب كتابها طبعا اللي ورد إن لاحقا في 4/12/2011 تم إعلان عن بعدة صحف عن مشاريع استثمارية، ومن ضمنها هو مشروع مجمع التاجيات. وبعد أن أكملوا إجراءاتهم طبعا بدون علم الهيئة وبدون أي إجراء، هم كوزارة باعتبار تعرف الوزارة هي جهة قطاعية معنية، ووزارة يعني هي عملاقة في مجال الإسكان، تعرف وزارة الإسكان هي اختصاص ولها تاريخ طويل في موضوع الإسكان. تعاقدت الوزارة في 2/5/2000 و13 مع الشركة المستثمرة، يعني بعد الإعلان، بعد فرز الشركات، بعد الفتح والتحليل. بعدها أرسلت كتاب للهيئة بتاريخ، التواريخ مهمة، 26/5/2013، بنص كتابها تقول إنه إحنا تعاقدنا مع شركة سكشن، وتم إنجاز التصاميم المعمارية والتفصيلية ومصادقة من الهيئة العامة للإسكان حسب كتابهم، وفتحنا باب التسجيل للوحدات السكنية، ووقعت الوزارة، مع شركة سكشن، وشريكها هي شركة المنصورة العامة، وتم إدراج هذا المشروع ضمن الخارطة الاستثمارية. انطوا هذا المشروع إجازة استثمار حتى المستثمر يتمتع بامتيازات القانون. الغاية من الإجازة هو أساساً أنه المستثمر يتمتع بموضوع تسجيل الأرض باسمه، من حقه يأخذ قرض على الوحدات السكنية من المصارف المحلية أو مصارف أجنبية. إجراءات الهيئة هنا كانت إجراءات كاشفة وليس منشئة، الأساس هي الوزارة. إحنا دخلنا كهيئة استثمار محلية بموضوع إسناد الشركة والتعاون معها. تم المباشرة بالعمل طبعا. إحنا بالعقد يعني المستثمر كان لنا زيارة إليه بعد أن أنجز العمل، من ضمن بنود العقد هنا يقول المستثمر يأخذ 15% من بعد أن ينجز 30% وتكون خلال 90 يوم من تاريخ المباشرة. طبعًا هذا العقد يعني هسه إحنا ما يعني خلينا نقول بسبب احتمال رؤية أو طريقة، يعني طريقة التعاقد هي طريقة أعتقد يعني ما كانت بالمستوى الصحيح، كان المفروض الأسلوب آخر. إحنا من توقف المشروع وصارت مناشدات للمستثمر بكتاب رسمي، المستثمر ودعينا ووجهنا كتاب وطلب من عندنا إنه المشروع توقف، والمسجلين إجراءات الوزارة كانت إجراءات غير دقيقة في موضوع التسويق. من مجموع 1392 سوق أو 512 وحدة سكنية، وإصرار الوزارة على هذا الأسلوب من العمل والعمل على كل مساحة المشروع. وإحنا يقول هنا نستمر، وطلب من السيد المحافظ زيارة الموقع، السيد المحافظ أيضا قام بزيارة المشروع، ووقفنا على الآليات. وبوقتها كان هناك اجتماع مع السيد الوزير السابق السيد طارق الخياقاني في من المحافظة، وتحدث مع السيد المحافظ بهذا الموضوع، وكنا حاضرين الاجتماع أنه كنت نحل الإشكالية. بعدها إحنا وجهنا كتاب واضح
للوزارة ردنا بس نريد بشكل أسرع بشكل سريع. طبعا طلبنا من عندهم قلنا لهم انه انتم هذا موضوع آلية التعاقد مع المستثمر هي آلية غير واضحة. المستثمر يتعهد ان يمول المشروع لكن انه ترفعون ايديكم من عنده هو يقوم بانشاء كل البنى التحتية والبنى الخدمية ويتعهد يتحمل تكاليف البنى التحتية ونفتح التسجيل لمنتسبي الوزارة لفترة محدودة مثلا 6 أشهر وبخلافه يقوم بالبيع لعامة المواطنين وهذا ما رفضته الوزارة لاحقا. رفضته طبعا. وبعدين بآخر الكلام هذا الكتاب وجهناه يوم 21/1/2016 بعد أن توقف المشروع يوم 15/2/2015 يعني احنا خلال 8 أشهر أو 9 أشهر هي حوارات مستمرة مع الوزارة لكن هناك تقاطعات وآراء مختلفة بالوزارة. طلبنا يعني راجين أخذ ما ورد أعلى بنظر سيادتكم وتدخلكم الشخصي لحسم الموضوع وجعله من أولويات خدمة لموظفي الوزارة والمواطنين العام ودعم العمل الاستثمارية. هذا الكتاب اللي وجهناه إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد الوزير. وطبعا هذا الكتاب هذا هو بناء على طلب المستثمر وبالتنسيق وياه انه قال انا مول المشروع وانا ابدي اشتغل وحتى اطلع من خانة العقد اللي موقع هو اعتبر عقد نوعا بي يعني بشروط اذعان. نعم. على المستثمر وبتحديد وهم لا ينطوا فلوس ولا يسمحون لي يبيع لعامة الناس ولا هم قادرين أن يسوقون الوحدات السكنية بشكل كامل. فبالتالي خلق مشكلة. إحنا عندنا تجربة كهيئة استثمار بغداد مع وزارات أخرى. عندنا مع وزارة المالية تجربة وأعتقد الأخوة المسجلين يعرفون مجمع الزهور السكني. مجمع الأيادي. مجمع العدل. هناك مجمعات بتعاقد. اطلبنا من عندهم بطلب من المستثمر أنه نلغي موضوع العقد مع الوزارة ونحول العقد يمنا بالكامل كهيئة حتى إحنا نشرف على العقد وفق آلياتنا وفق الآليات اللي هم متفق عليها. طبعاً أنت برأيك الآليات خاطئة؟ يعني آليات هم كان نيتهم وقصدهم طبعا هم شغلتين هو القصد هنا والنية أنا يعني سليم أنا أعرف بالتفاصيل. إحنا ليش ما نحكي بدون دبلوماسية؟ لا لا بوضوح بوضوح بصراحة تام. أنا أعرف التفاصيل. كان هو من يشتغل بالمشروع وهم استلموا فلوس المواطنين كان المفروض يعطوا الدفعة مالته تمام. هم عندهم فلوس تلكأوا بالدفعة ما انطوه. قال لهم زين خل أعرض لعامة المواطنين حتى أنا أبيع هم انطوه. قالوا نسجلون الأرض يا وزارة الإسكان باسمنا حتى أخذ قرض من البنوك أيضا ما انطوه. هو القضية لا تأخذ 30% من المرحلة الأولى من قول مو عمول المشروع زين. اللي أنجسها وأنجسها من أموال الخاصة الدولة يعني قصد منطو الدفعة الأولى حسب اتفاقهم بالعقد. فبالتالي صار إخلال بموضوع العقد. إحنا اللي ردناه بالدرجة الأساس أولا موضوع التعاقدات وموضوع المشاريع الاستثمارية ما نسمح للمستثمر أن يأخذ أموال من المواطنين. حقيقة أنا هسه أتفاجأ من أسمع الأخت هنا تقول أنا دافع 40 مليون. والله إحنا أكو دافعين أكثر. اسمح لي إحنا أصلاً المشاريع الاستثمارية الحالية واللي عندنا عاملة إذا ما تصل إلى مرحلة إنجاز معينة والمواطن يجي يشوف الوحدات السكنية وبإمكانهم الآن المسجلين. نعم. إذا إن شاء الله ترجع لهم فلوسهم خلي يروحون عندنا مجمع بحي العدل قريب على الموقع اللي هم يردوه بإمكانهم يسجلون ويشوف الوحدة أمامه ويدخل بيها ويشوف ايش قد نسبه انجازها ويستلم السند يلا يدفع فلوسه. تعرف شنو زي. فهذا الاسلوب اللي احنا نتعامل به يعني احنا عندنا واصل مرحله انجاز متقدمه ما سامحين للمستثمر يقبض دينار من المواطن. ما سامحين ومدخلين تعرف انت يعني ما معقوله الوزاره. نعم. بهالمستوى ووزاره عملاقه مدخله نفسها بموضوع وتفاصيل مع زي. مواطنين زي. او اجي اخذ اموالهم واودعها وبعدين تعرف الاموال من تدخل بالخزينه العامه للدوله موضوع اطلاقها موضوع صعب. فبالتالي انا اترك المستثمر طيب. هذا الكلام مهم. اترك المستثمر للحريه بس ننطي فرصه خليه يبيع براحته. نعم. خلينا ننطي فرصه هو يشوف هو يتلقى. نعم. خلينا ننطيهم فرصه من يريد يتكلم. نعم تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب المايك بس ارجوك. احنا نشكر الاستاذ شاكر على تدخلهم بالموضوع. نعم. ونوجه الشكر والتقدير للست آن وزيره الاعمار والاسكان اللي هي. نعم. الوحيده اللي سمعت أقواننا واللي قابلتنا إنه من دون مسؤولي الوزارة الكل اللي. نعم. سابق يا ريت المايك. نعم. حافظ عليه واختصار أرجوك. دستورياً والمادة 30 الفقرة أولاً منها بالدستور العراقي المسؤول الأول عن إسكان المواطنين هي وزارة الأعمار هذا واجبها مو منية يعني. نعم. إلا أن الوزارة تلكأت بشكل مو طبيعي بشكل مقصود
والا يعني السيد الوكيل وكيل الوزاره يقول الجانب الظروف الاقتصاديه هو عقد استثماري شيء لا علاقه بالظروف الاقتصادي. نعم هذا 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 تبرير مال طبعا مال أي وزاره أكو خلل يعني لازم تبرر اكو خلل مالي واداري كبير. نعم وزاره عملاقه مثل ما يتفضل الاستاذ شاكر. نعم. الزاملي وهي مسؤوليتها اسكان الناس وتوفير السكن. نعم. الملائم والعيش العيش الكريم والحر تتصرف هيك تصرف. نعم انا اشكرك. اريد بصراحه الوقت يعني ابد ما يسمح. نقطه ذكرها السيد المسؤول انه نسبه الانجاز اذا كانت 30%. نعم. تصرف حوالي يعني اذا نسبه الانجاز 30% تطلق عليها الدفعه الاولى. زين. فهي كانت اذا تم الانجاز 15% من المشروع. زين. فهاي 30% ما اجت اعتباطا لانه بالفعل هو كانوا حددوا نسبه الانجاز لدى الوزاره ولدى يعني انه حقه المستثمر انه تم انجاز 30%. زين. وجدت بالضبط نفس الرقم 30% حتى يتم اطلاق الدفعه للمستثمر. انا اشكركم يعني بصراحه انا اشكك بالنوايا. طبعا هواي قالوا ان النوايا حسنه. نعم. وصادفتنا هاي العثرات طارئه ولكن هذه النوايا مبيته. نعم. وهذه الامور ما تعبر على وزاره مثل وزاره الاسكان اللي هو صلب عملها. نعم. عملها هو الاسكان والاعمار. صح. يعني من حقك انت وهذا انا رأيك اشكك والكلام. نعم. اللي. نعم. يحكون به عن نوايا حسنه. نعم. غير صح. كلمه اخيره. نعم. بنص دقيقه. بنص دقيقه. احنا حقيقه اللي كان يعني قلت لك توجيه من السيد المحافظ كان. نعم. هناك اهتمام بالموضوع بشكل استثنائي. أنا اليوم كان الصباح اليوم كان الاتصال مع الوزاره ومع قسم الاستثمار ومع المسؤولين على الموقع وتفاصيله طلبنا من المستثمر انه. نعم. يباشر بالعمل قال انه صارت اندثار بالموضوع. من المؤمن انه الوزاره تقوم بالمشروع عن طريق شركاتها. نعم. وتكمل المشروع مثل ما تفضل السيد الوكيل قبل انه المواطنين اللي راغبي يعني بالبقاء يرجعوا لهم فلوسهم او اللي باخر بعد اخذ موافقه مجلس. نعم. الوزراء. وانا اعتقد صح انا يعني باحتمال انه احتمال الاموال تتاخر باطلاقها لهم احتمال بس لكن هي اموال يعني عند الدوله ما اعتقد يصير بها ضياع لكن يصير بها تاخير واذيه على المواطن. نامل انه ان شاء الله نحل الموضوع بشكل ايجابي ويرجعون واحنا ندعوهم ايضا يسجلون بوحدات اخرى نشوف وضعهم. هاي دعوه لهم. طبعا الاستاذ شاكر المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد أنا أشكرك على حضورك اليوم وإحنا أخرناك اليوم. نعم. على شغلك. شكرا لك وشكرا ونتمنى لكم إن شاء الله يرجعوا لكم فلوسكم. مشاهدينا بكل الأحوال طبعا إحنا نشكر سيد المحافظ على تعاونه بصراحة كان ملتزم بكلامه ويانا ومن قبل أسبوعين أجرى كل هذه الأمور وبصراحة شكرا له وشكرا لكل المحافظة وشاكر الزاملي. نتمنى أنه ترجع الأموال بكل الأحوال المواطن اللي مشارك بهذا المشروع على حق وخسر هواية يعني حتى لو يرجعوا له فلوسه هو هم خسران لأن هذه الفترة كلها هذه السنوات هاي فلوسه كان شغلها كان اشترى بيها بيت أو كان فادتها بغير أمور. بكل الأحوال إحنا نتمنى كل الوزارات تقضي على هذه المشاريع اللي أنا ما راح أسميها المشاهد هو اللي راح يسميها. إلى اللقاء.